أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. أثارت التصريحات الأخيرة من واشنطن وبعض الصحف تساؤلات حول تورط روسيا في تزويد الحوثيين بالأسلحة. هذه الاتهامات ليست وليدة اللحظة، بل تعزز مع كل خطوة تتخذها الميليشيا في سعيها لتوسيع نفوذها في المنطقة، مما يفتح المجال أمام الحديث عن دور روسيا في هذا الصراع ومدى ارتباطها بتمويل وتسليح الحوثيين. هذا الأمر يثير الكثير من الجدل حول طبيعة العلاقات بين الميليشيا الحوثية وروسيا في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، خصوصا مع فشل استراتيجيات منع تدفق السلاح الإيراني إلى الميليشيا. ورغم نفي الجانب الروسي القاطع لهذه الاتهامات، إلا أن الموقف الروسي تجاه الوضع في اليمن يبقى مثيرا للاهتمام. فروسيا تدعم الحكومة الشرعية اليمنية في العلن، لكن المخاوف من تسليح الحوثيين بصواريخ روسية متقدمة مضادة للسفن لا تزال قائمة، أنها قد تكون وصلت إلى الحوثيين من خلال أطراف ثالثة. دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. تاجر الموت الغامض مجددا في واجهة الأحداث، وهذه المرة اليمن طرف في الحكاية، إذ يعود الحديث عن أحد أشهر تجار الأسلحة في العالم الروسي فيكتور بوت إلى دائرة الضوء في تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال يؤكد أن بوت يتوسط في صفقة لتزويد الحوثيين بالأسلحة. يأتي هذا التقرير ليجدد اتهامات واشنطن لموسكو بتسليح ميليشيا الحوثي. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ إن موسكو تبرم صفقاتها الخاصة مع الحوثيين للسماح لسفنها بالمرور دون أن تتعرض لأذى، خطوة تثير قلقا إضافيا للمشهد اليمني الذي يعيش حالة من الجمود، لكنه جمود بانتظار اللحظة المناسبة للعودة إلى الحرب التي ربما تكون أشد ضراوة بالنظر للظروف الإقليمية والدولية المشتعلة. مخاوف المبعوث الأمريكي من أن يؤدي هذا التعاون إلى تصعيد خطير في الصراع اليمني يشاركه فيه اليمنيون من هذه الميليشيا التي تزداد قدراتها العسكرية جراء تدفق الأسلحة من حلفائها الإقليميين وعلى رأسهم إيران وامتلاكها صواريخ طويلة المدى. موسكو نفت هذه الاتهامات وأكدت في تصريح رسمي للكريملين أنها زائفة، لكن الشكوك المحيطة بهذا الموضوع تأتي في وقت تتصاعد فيه موجة التوتر بين موسكو وواشنطن على خلفية الحرب الأوكرانية، مما يرجح أنها قد تتوسع نحو جغرافيا مختلفة، خصوصا تلك التي تشهد نزاعات قائمة أو محتملة ومنها اليمن. تحولت اليمن إلى ساحة صراع إقليمي ودولي وأرض خصبة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى. تدفق الأسلحة الإيرانية للحوثيين لم يعد سراً، خصوصاً في الآونة الأخيرة مع تعاظم قوة الحوثيين العسكرية، على الرغم من كل الإجراءات التي وضعت خلال السنوات الماضية لمنع تدفق الأسلحة النوعية للميليشيا كحملات التفتيش في الموانئ والعقوبات، إلا أن النظام الإيراني نجح في الالتفاف على تلك الإجراءات، مما يعكس العجز الواضح للمجتمع الدولي في وقف التهريب المستمر للأسلحة لميليشيا الحوثي. مشهد معقد وتداخلات تسوق الأزمة اليمنية نحو مزيد من التصعيد، مما يزيد من مؤشرات بقاء اليمن رهينة أجندات الخارج، فيما تتفاقم معاناة اليمنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي اللذين سيكون معي خلال هذه الحلقة. سيكون معنا العميد محمد الكميم الخبير العسكري والاستراتيجي عبر سكايب. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور وتحيات لك ومحبكم المشاهدين الكرام. أهلا بك، وأيضا أرحب بالأستاذ مراد العريفي المحرر في مركز صنعاء للدراسات والذي سيكون معنا أيضا عبر سكايب. مساء الخير أستاذ مراد. مساء النور أسا ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. أهلا بكما، وأبدأ من عندك سيادة العميد. هناك انتشار يطفو على السطح لخبر أثارته اتهامات واشنطن وبعض الصحف أيضا والتصريحات بأن روسيا تمد الحوثيين بالأسلحة، ما حقيقة ذلك برأيك أو ما إمكانية حدوث ذلك؟ أولا نعرف أن الملف اليمني يعني سيادة العميد الصوت يتقطع، مش عارفة المشكلة بالمايك، بالصوتك مش واضح. هل الصوت واضح؟
تكلم اشوف انه اذا بدا يقطع بنعاود الاتصال بك. تفضل. معروف معلومه ان الملف اليمني اصبح ملف متداخل ومتشابك وترابط كثير من الاحداث القوى اصبحت سيادة العميد المعذرة منك يعني حتى أتمكن من سماع إجابتك بشكل واضح. سيحاول الشباب التواصل بك من جديد حتى نضبط مسألة الصوت. أذهب لعندك مراد. مراد، على الرغم من تأكيدات الحكومة الروسية دعمها للشرعية اليمنية، هناك مخاوف أيضا يعني من إمكانية تسليح الحوثيين بصواريخ روسية متقدمة. لماذا أتت هذه المخاوف برأيك؟ أنا أعتقد أنها مخاوف حقيقية، صحيح أنها ربما تكون كانت مبالغة خلال المرحلة الأخيرة، لكن التهديد الذي كان واضحا من روسيا بأنها ستذهب إلى تسليح الجماعات المناوئة للغرب في حال ذهبت العملية العسكرية حسب ما توصفها في أوكرانيا إلى مستوى سيء بالنسبة لها، هذا أمر أول. الأمر الثاني يتعلق بأنه الاستراتيجية التي تعتمدها الآن روسيا وهي استراتيجية العمل المحدود ربما ستكون لها جيدة في سبيل دعم جماعة الحوثيين، خصوصا أنها ستلاقي من هذا الدعم مكاسب كبيرة تجني من هذه العملية، ربما على الأقل حضورا لها في باب المندب والبحر الأحمر، وهذا ربما كان موقع جغرافي بعيد عليها روسيا لديها خبرة في هذا الجانب، خصوصا أنها دعمت حفتر في ليبيا واطنان من الاسلحه الى هناك، ايضا حزب الله الذي كان شريكا مع روسيا وخاض مع روسيا حربا ضد المقاومه في سوريا بالضبط، وهذا ما اثر عنه اعتقد تعاون عسكري كبير، اضافه الى التحالف الكبير ما بين موسكو وطهران، وهذا سيلقي بظلاله بشكل كبير على تسليح جماعه الحوثيين والتي هي ربما الان تحاول ان تستغل هذا الظرف في حث موسكو على تدعيمها والحصول على أسلحة ربما ستكون ستغير من العملية العسكرية في البحر الأحمر، وهذا ما قالته تقارير غربية وتقارير وسائل الإعلام وبالتحديد ما قالته رويتر، أنه ربما كانت هناك العملية فقط بعد التدخل السعودي ربما عرقلت من تسليم صواريخ فورفيت، وهي التي كانت صواريخ ربما لديها عسكرية كبيرة وقادرة على تهدف السكون بدرجة أوسع، بالإضافة إلى اعتقادي أن البحر الأحمر مثل أيضا لروس في موسكو ساحة جديدة لاختبار أسلحتها في خضم المعارك التي تخوضها في أكثر من طرف، وأيضا إيران وجدت أيضا هذا الموقع الجغرافي موقعا جديدا وموقعا ربما تستطيع من خلاله معرفه الى اي مدى ربما قادره على تاثير كثير من الاهداف. نعم، اذا اعود اليك سياده العميد ورد اود سماع رايك حول حقيقه ما امكانيه ان تكون روسيا تمد الحوثيين فعلا بالاسلحه. اولا اكرر الترحيب بالجميع واود الاحاطه والتذكير ان الملف اليمني اصبح ملف متشابك وملف معقد واصبحت فيه كثير من الدول متداخله فيه. والتدخل الروسي والتدخل الصيني لا يستبعد في الملف اليمني لان روسيا تعتقد انها تستطيع ان تؤذي امريكا عبر الميليشيات الحوثيه، وايضا نلاحظ ان الحوثي دائما في مرحلة الحرب الأخيرة مع في غزة كل يوم أو كل فترة يطلق مرحلة جديدة ويستخدم فيها أسلحة جديدة، ونعلم أن هذه الأسلحة بدرجة رئيسية هي أسلحة إيرانية بدرجة رئيسية، ولا نستبعد أيضا وجود الأسلحة الروسية والصينية، ونعلم أيضا أن الأسلحة الروسية والصينية موجودة منذ زمن طويل في اليمن باعتبار التسليح اليمني، وان الجيش اليمني السابق يعتمد هذا التسليح سواء على مستوى صواريخ الاسكود او على مستوى الصواريخ البحريه او كل الاسلحه اليمنيه من دبابات ومدفعيه ومدفعيه وحتى وبالتالي دخول روسيا غير مستبعد، وقد ذكرت ذلك اكثر
السعودي عندما يعلن صواريخ الفرد الصوتي ويعلن ايضا الصلب يعني الصواريخ البنية كان هذه قد تكون تجارية روسية أو صينية على المصلحة القومية الروسية في إيذاء أمريكا في بحر الأحمر وإشغالها انتقاما لتدخل أوكرانيا فتدخل روسيا منطقي في بحسب ما تعتبره روسيا. نعم، إذن أستاذ مراد، يعني لماذا برأيك فشلت استراتيجية منع تدفق السلاح للميليشيا اليوم رغم كل العقوبات، رغم كل مخرجات مجلس الأمن الدولي، رغم كل التقارير التي توضح كيف تمد إيران الحوثيين بالأسلحة، واليوم يظهر الإنترنت قوي جدا، أنا شفت كل شيء ممتاز. نعم أستاذ مراد، أعتقد هذا بدرجة رئيسية إلى طول السواحل اليمنية، وهذه أعتقد ستكون عصية على أي سلطة تحاول أن من حد تدفق الأسلحة، إضافة إلى كثرة جماعة الحوثيين الواسعة التي استثمرتها في تهريب الأسلحة من خلال القوارب الصغيرة، وهذا ربما كان ساعدها كثيرا في الحصول على أسلحة من إيران، إضافة إلى الصين كما أسلف العميد، إلى إضافة إلى روسيا، وربما هذا عزز من تعاونها مع أطراف في القرن الأفريقي، وكانت هناك أحاديث واضحة رسمية من سلطات الصومالية بأن هناك تعاون بين وجماعة الشباب الصومالية، حركة الشباب الصومالية، وهذا عزز من حصول جماعة الحوثيين على الأسلحة بأكثر من طريقة وأكثر من أسلوب، حتى أنه القوات الحكومية خلال السنوات العشر الماضية غالبا ما كانت تحترق شحن أسلحة، وما حدث في آخر أسبوعين أن هناك شحنة من الطائرات المسيرة اعتقدتها قوات ما يسمى قوات المقاومة الوطنية في المقهى، وهذه كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين. إضافة إلى أن التحالف الدولي خلال السنوات الماضية كان عاجزاً تماماً مسألة التعامل مع هذه العمليات المستمرة من عمليات التهريب، كانت اعتقادي منع سيطرة الحكومة على مدينة الحديدة هو أكبر خطأ ارتكبته المجتمع الدولي، لأنه عزز من حقوق جماعة الحوثيين على موطئ قدم البحر الأحمر، وهذا سهل لها الحصول على امدادات من الاسلحه لم تتوقف، اضافه الى الامر الاخر هو مساعي موسكو في ظل هذه الفتره بانها تحاول ان من انتباه الولايات المتحده التي تقود عمليه تحالف الازدهار، وهذا ربما سيكلف واشنطن كثيرا، وهذا ما اريد ان اوضح عليه، التقارير تحدث عن نقص في صواريخ SM-3 الاحتراضية، وهي التي كانت البحرية الأمريكية تحاول من خلالها أن تسيطر على أن تكبح جماعة الحوثيين في عملية التهريب، عملية الهجمات التي مستمرة على البحر الأحمر، إضافة إلى عجز وهي الطرف المنظمي حماية السواحل البحرية كانت عاجزة في إنشاء قوة تحالف بحرية أو خفض سواحل قادرة على السيطرة على هذه السواحل. التنافس العسكري، التباين العسكري بين التحالف المعارض لجماعة الحوثيين، ومن هنا أشير إلى الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية، وعدم التنسيق المشترك في هذه المهمة، أعتقد أنها كانت سببت على الأقل تنافس جماعة الحوثيين على جميع الأسلحة، وربما كان هذا نقطة التفوق لها خلال العشر سنوات. نعم، إذا بالعودة إليك سيادة العميد، تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال أظهر توسط تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوتفي لبيع أسلحة صغيرة للمسلحين الحوثيين، وهذا تأكيد بحد ذاته، لكن السؤال يقول أين هي الشرعية مما يحدث؟ اولا يجب ان نعلم ان روسيا تلعب على اساس مصلحتها القوميه
ونعلم ان روسيا فيها كثير من التداخلات فيما يتعلق بموضوع الاسلحه، وهناك ايضا شركات كبيره جدا وتهريب مستمر بشكل غير طبيعي في كثير من الحروب وفي كثير من المناطق في دول العالم تري ان كلها اسلحه روسيه، وهناك تجار على اعلى مستوى سواء في اليمن لو ذكرنا مثلا فارس مناع او هؤلاء السماسره الاخرين المرتبطين بالشركات الروسيه. ونعلم ايضا ان هناك تعتبر اليمن من اكبر الدول يعني استيرادا للاسلحه الروسيه عن طريق هؤلاء المهربين، وايضا اليمن اصبحت معروفه انها تزود بعض الدول القرن الافريقي بالاسلحه وتزود بعض الميليشيات في دول القرن الافريقي بالاسلحه وهي اسلحه روسيه. وبالتالي الشرعيه اليمنيه ايضا هي مرتبطه بالجانب الروسي ارتباط في اطار القانون الدولي، وروسيا مؤخرا استعدت لارسال سفيرها الى اليمن، وهناك دولي وروسي في الشرعيه اليمنيه ايضا هي مصلحتها على اعتبار ايران وارتباطها بالحكم الايراني بشكل واضح. التاريخ مسمى اليمن يمتد في الشرق الاوسط كبير جدا، والشرعيه اليمنيه تدعم كبيره جدا في سد البحر وتغطيه البحر الاحمر وقت عدن. نعم، إذن أستاذ محمد ما زالت هناك مشكلة في الصوت، لا أستطيع حقيقة يعني كثير من الكلمات تختفي، هناك محاولة للتواصل بك عبر معرف آخر. بالعودة إليك أستاذ مراد، أستاذ مراد يعني هناك قراءة تقول بأن روسيا تقوم بدعم الحوثيين بالأسلحة ردا على الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا، هل هذا من يعني المقبول أو من المنطقي عمله؟ بالنظر إلى سياسة موسكو مع جميع الأطراف اليمنية وخلال الأزمة اليمنية التي خلال 10 سنوات الماضية كانت تحاول أن تكون على مقربة من جميع الأطراف، جماعات أقصد روسيا لديها تواصل مع جماعات الحوثيين، لديها تواصل مع الحكومة الشرعية، كثير من الساسة اليمنيين حاول في الفترات الماضية أن يكسبوا ود موسكو، وكانت هناك زيارات سواء من المجلس الانتقالي من الحوثيين من الحكومة اليمنية، وكلها وكل طرف كان يحاول أن يكون على مقربة من موسكو للحصول على تسليح أكبر. لكن خلال الفترة الأخيرة وأعتقد ما بعد 7 أكتوبر كان الأمر مختلف تماما، والقوة التي أظهرها جماعة الحوثيين، وهناك أيضا نظرة من موسكو لجماعة بانها بان موقفها كان جيدا الهجمات في البحر الاحمر، وانه في ظل العجز الدولي العجز العربي بالتحديد مسانده فلسطين في وجه هذه الاله العسكريه المتوحشه الاسرائيليه، كان فقط جماعه الحوثيين هي الطرف الوحيد الذي قال الذي وقف في اسرائيل، وهذا ايضا في الشارع الروسي كان محط اعجاب، وكان كثير من الساسه الروسيين يتحدثون عن أن هذه الجماعة لابد أن تسلح. إضافة إلى ما إذا ما نظرنا إلى العلاقات الروسية الإسرائيلية كانت خلال السنوات الماضية ليست على وشاق كما هو الحال ما بين العلاقة الأمريكية الروسية، لذلك أعتقد أن موسكو وجدت ضالتها في جماعة الحوثيين، بينما في المقابل كانت جماعة الحوثيين تحاول استثمار هذا الموقف. ربما الامر الاخر الذي ربما يكون مؤثرا وهو التباين في موقف الحكومه اليمنيه من موقف روسيا خلال الاخير، واذا ما حاولنا ان نلقي نظره واتعاء او على موقف اليمني، صحيح انه الحكومه اليمنيه وكانت هناك لقاء بين رشيد حليمي وزير الخارجيه جوزيف لافروف في نيويورك قبل ايام، اضافه الى زيارة وزير الخارجية اليمني يشكي عز الداني إلى موسكو، ربما كانت هذه تحاول أن تقرب وجهات النظر وأن تعزز أن الحكومة اليمنية ليست ذلك الذي يمكن أن تكون عدوا لموسكو، لكن الموقف الذي حدث من عيد الكويتي ولقائه بوزير الخارجية الأوكراني ربما سينظر قبل موسكو بأنه محاولة من دعم الحكومة اليمنية لأوكرانيا، وهذا
سيعزز من الاتجاه الذي ذهب اليه روسيا بمساله دعم الروسيين في الانتقالي خلال الفتره الماضيه. ومن خلال جوله حيدر السبيدي حاول ان يقدمه للغرب بانه شرطي اقليمي، وما يكون له امكانيه في ضبط السواحل الاقليميه، وربما وهذا حق منه للحصول على تسليح، الحصول على دعم عسكري من الغرب. لكن بوسكو باعتقادي تنظر الامر في طرف اخر، صحيح ان ربما ستكون حصل على قرار الحكومه ومن رئيس القياده الارشاد العليمي، لكنها لن تكون كافيه اذا ما نظرنا الى ربما الانتفاع ما اقدر ان اقولها لايدر السوفيتي في مساله لقائه وزير الدفاع الاوكراني. وهذا بحسب تقارير تحدثت انه لم يكن هناك هذا اللقاء مطروحا من اجنده الوفد اليمني في الولايات المتحده، والذي حضر الأخيرة للجمعية العامة. نعم، إذا سيادة العميد، يعني هل تعتقد أن الموقف الروسي يتغير بحسب خارطة الصراع الإقليمي الدولي، موقفه من اليمن؟ أولا روسيا هي موقفها ثابت بالنسبة لليمن، وتقف مع الشرعية اليمنية، وكان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قبل أيام قليلة أو أسابيع قليلة كان في روسيا، وتم الاتفاق على إيفاد سفير إلى اليمن، وهذا اعتراف رسمي من روسيا بالشرعية اليمنية، إضافة إلى موقفها الدائم للوحدة اليمن واستقراره. ولكن أيضا لا يمنع أن روسيا لها أيضا مصالح متشابكة ومترابطة مع المحور الإيراني، سواء على مستوى إيران أو على مستوى أذرعتها، وأيضا هي على خلاف كبير جدا في مع الولايات المتحده الامريكيه على خلفيه النزاع في اوكرانيا، وبالتالي كل ذلك القى بظلاله على الملف اليمني. الملف اليمني اصبح ملف متشابك ومعقد، وايضا روسيا هي تلعب بكل الاوراق التي تستطيع ان تبعد الشر عنها او تؤذي امريكا باي درجه من الدرجات، وايضا ان تكون صادقه مع حلفائها الايرانيين بحيث لا تضر ايضا بعلاقتها مع دول الخليج العربي. ونعلم ايضا ان هناك تنسيق وعلاقات وثيقه مع المملكه العربيه السعوديه والامارات على خلفيه ايضا حتى النزاع الاوكراني كان موقف دول الخليج كان موقف ثابت مع روسيا، وبالتالي اليوم روسيا ايضا هي تلعب بكل الاوراق، وهي تستغل وجود الميليشيات الحوثيه، وانا اؤمن بهذا الكلام انها تزود الحوثي بالاسلحه النوعيه كالصواريخ الفرد الصوتيه، ولكن هي اعتقد بكميات معقوله وتحت سيطرتها وتحت قدرتها وتحت تحكمها، حتى لا تتمكن هذه الميليشيات من تحولها الى ميليشيات يعني غير قابله للسيطره، وبالتالي روسيا هي ايضا تلعب بكل الاوراق، وهذا حقها من مصلحتها الامنيه. نعم، إذا يعني كان هناك في وقت سابق نفي من قبل الحكومة الأمريكية بأنها تقوم بتسليح الحوثيين، واليوم هناك اتهامات ضد روسيا بهذا التسليح من قبل إدارة واشنطن. ما مغزى هذا الصراع برأيك بين الطرفين والمعنون بالحوثي رأسا؟ أولا الحوثي بدأ يشكل خطر كبير على خط الملاحة البحري، وبدأ اليوم يظهر كأحد الأذرع الإيرانية الرخيصة الغبية التي لا تدرك مخاطر مغامراتها وعنترياتها في المنطقة. وبالتالي عندما يتحدث الحوثي في كل مرحلة على استخدام أسلحة جديدة وطيران مسير جديد، ونعلم كلنا أن الحوثي لا يمتلك القدرات التصنيعية ولا يمتلك خط إنتاج ولا يمتلك أي شيء من هذه من القدرة الإنتاجية التكنولوجية، وبالتالي أكيد ستذهب التهمة باتجاه روسيا باعتبارها هي اكثر الدول على مستوى العالم المنتجه للصواريخ الفرد الصوتيه، اذا ما اعتبرنا انها تطلق من اليمن، لانني ما زلت اشكك ايضا في هذه النظريه، ولكن اعتبر انها تطلق من اليمن، وبالتالي التهم تلقائيا تذهب لروسيا، لان حتى ايران لو افترضنا انها هي من تزود الحوثي فهي ايضا هي تتعامل مع الانظمه والتكنولوجيا الروسيه، لان بشكل عام كلما تستخدم ايران من اسلحه ومن تكنولوجيا بتقدمها هي في الغالب مرتبطه بدولتين رئيسيتين هي روسيا والصين، وهناك تقرير فريق الخبراء الذي كان يعني من الامم المتحده صدر من الامم المتحده يثبت بدليل قاطع ان كثير من الاسلحه
التي تصل الى الحوثيه اسلحه روسيه وهي اسلحه صينيه، وبالتالي كما قلت روسيا هي تلعب بكل الاوراق التي تثبت وجودها في المنطقه ويرسخ وجودها في المنطقه، وبما يشكل ايضا ضغط على امريكا، وايضا ضمن حروب الاستنزاف التي تعتقد روسيا انها قد تؤثر على امريكا بشكل من الاشكال، عندما تحرك امريكا اساطيلها البحريه باتجاه البحر الاحمر او باتجاه خليج عدن او باتجاه الخليج العربي او حتى مضيق هرمز، وتجعل الامريكا تستنزف في استخدام الصواريخ وكثير من الاسلحه في معارك اخرى غير الدعم الاوكراني، وهي ايضا تريد ان تصل الى ان الى مفاوضات مع امريكا فيما يتعلق بكثير من الملفات، باعتبار ان روسيا موجوده في كل الخارطه العالميه، سواء في الشرق الاوسط او في الخارطه الاوروبيه او حتى على مستوى الخارطه العربيه فيما يتعلق بالصين وبكوريا الشماليه، وتريد ان تكون هي يعني ذات القطب الثاني او الثنائي بينها وبين امريكا، حتى لا تنفرد امريكا او تظل وحيده في الاستفراد بالعالم. نعم، إذا أستاذ مراد، يعني الاتهام الأمريكي لروسيا سبقه بأسبوع اتهام من عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، اتهم روسيا بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة عبر ميناء الحديدة، ما برأيك سر هذا التصريح من قبل الزبيدي؟ هو أنا أعتقد كما أسلفت أنه محاولة من عيدروس الزبيدي بأنه يحاول تقديم نفسه والمجلس الانتقالي الجنوبي بشرطي أمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، خصوصا بعد أن فشلت محاولته ومحاولة المجلس الانتقالي في نسج علاقة قوية مع موسكو. صح، المجلس الانتقالي خلال في بداية 2021 أو في سنة 2021 كانت هناك وفود من المجلس الى موسكو، لكنها فشلت على الاقل في ايجاد على موقف موسكو داعم له، على غرار ما حدث في ليبيا من موقف روسي داعم لحفتر، اضافه الى الاخر انه الموقف الروسي كان من الحكومه اليمنيه موقفا غير واضحا بالرئيسيه في ظل اتصالاتها المستمره مع جماعه الحوثيين، وكانت هناك حتى التقارير الروسيه تتحدث عن انه من الممكن ان يعاد فتح السفاره اليمنيه في صنعاء. وحينما سئل واحد من الروس قال انه ان المساله تتعلق بانه لا يوجد مبنى في عدن، وهذا باعتقادي انه تبرير غير منطقي، فقط ما تحاول موسكو الاعتراف بجماعه الحوثيين، وهذا اذا ما حدث باعتقادي ربما سيشكل نقطة في صف ما يسمى بمحور المحور الذي المناحط لأمريكا، وهو الآن إيران وروسيا، وهذا التحالف الذي كان واضحا ما بين في الأزمة الأوكرانية والدعم الذي حصلت عليه موسكو من طهران فيما يخص الطائرات المسيرة والتي ظهرت فيها إيران لديها إمكانيات على الأقل متميزة فيها. صحيح أن روسيا لديه خزانة عسكرية، لكنها كانت حاجة إلى التعاون مع طهران في مسألة تطوير الطائرات المسيرة، وهذا ربما انعكس على العلاقة العسكرية بين الجانبين، وطورت التحالف ما بينهما، إضافة إلى أنه هذا ينعكس بدرجة كبيرة على جماعات الحوثيين التي ربما ستجد من خلال من هذا الأمر دعما. في ربما هذا داعم لجماعات الحوثيين، الموقف الروسي الاخير الذي اعلنه امن في بدايه العام الماضي الذي مهد للعمليات العسكريه والضربات الامريكيه والبريطانيه على اليمن، كان موقف روسي موقفا مناوئا، صحيح انها لم تتنقض، لكنها كانت تصريحاتها واضحه ان هذه العمليات العسكريه هي بعيدة عن قواعد الاشتباك الدولية وتقوض القواعد الدولية، وتشير إلى أنه هذه العمليات العسكرية هي اعتداء على دولة ذات سيادة، رغم أن العالم كان يتحدث عن هذه الهجمات تشبه جماعة مسلحة وتقوض من خطوط الملاحة البحرية وتشكل تهديدا أيضا على كثير من الأطراف الإقليمية، لكن روسيا كانت لها مختلفا، وهذا ربما يدعم فكرة أنه الجماعة الحوثية استطاعت أن
تحصل على دعم سياسيا وعسكريا. موسكو هذا بالضروره اعتقد سيؤثر في مسار العمليه العسكريه اليمن ومن قوه جماعات الكويت العسكريه. نعم. إذن بالعودة إليك سيادة العميد، هل تحاول برأيك الحكومة الروسية استعادة موقعها التاريخي المفقود في اليمن؟ بالطبع روسيا هي تحاول وبكل جدية أن تكون أو تكون القطب الثاني، تستعيد زخمها وتستعيد مكانتها العالمية، ولذلك هي تلعب بكل الأوراق وبكل الأساليب الممكنة التي يجعلها تستعيد مكانتها. نتذكر موقفها من في سوريا عندما تدخلت لإنقاذ بشار الأسد وقد كان بشار الأسد على وشك السقوط، وفعلا شاركت في إنقاذه إنقاذ كامل واستعادت قدرتها الكبيرة على وجودها في الشرق الأوسط. ونعلم أيضا أن أمريكا في لحظة من اللحظات كان هناك خلافات بينها وبين دول الخليج، خاصة بعد ضربة أرامكو وتخلي أمريكا عن المنطقة العربية واتجاه دول الخليج الى روسيا. ونلاحظ ايضا نتذكر الموقف الخليجي العربي من الازمه الاوكرانيه، كان هناك تقريبا انحياز الى جانب روسيا الى حد ما في القرارات الدوليه. وبالتالي روسيا تحاول بكل قوه ان تستعيد مكانتها سواء في الشرق الاوسط واليمن. نعلم ان اليمن تتميز بموقع جغرافي هام على مستوى العالم، وهو ملتقى كثير من ملتقى القارات الافريقيه والاسيويه وايضا طريق خط الملاحه الدوليه للتجاره العالميه. ومنطقه اليمن ايضا قريبه من اكبر مصدري النفط في العالم، وبالتالي روسيا تسعى بكل قوه ايضا لان تكون متواجده في اليمن، ولكن في اطار كما اعتقد في اطار يعني يسمح لها بان يكون التدخل في اليمن تدخل يعني نافع وغير ضار لليمنيين، ولكن في نفس الوقت ايضا تحاول ان تثبت وجودها بايذاء امريكا باي حد من. ولذلك انا يعني اعتقد انها تساهم الى حد ما في ايذاء امريكا عن طريق الحوثيين، ولكن ما زالت متحكمه في بعض الامور. لكن فيما يتعلق مثلا بصواريخ الكورنيت، صواريخ الكورنيت هي سلاح روسي، ولكن الحوثي يستخدمه بكثافه ناريه في المعارك الداخليه في الجبهات الداخليه اليمنيه، وراينا يمتلك ترسانه كبيره من هذه الصواريخ وهي صواريخ روسيه متطوره جدا. ولذلك يعني ايضا لا نقفل دور التجار وسماسره السماسره الروسيين وتجاره الاسلحه في اليمن، هي تجاره رائجه، وايضا التجار اليمنيين اصبحوا تجار مصدرين للاسلحه على مستوى القرن الافريقي. ولذلك ايضا لا يعني لا يجب ان نقبل هذا الدور بالنسبه للتجار والسماسره والشركات الروسيه التي هناك تراخي من الدوله فيما يتعلق بتجاره الاسلحه. يعني هناك ايضا ليست ذلك الشده كما امريكا واوروبا في موضوع بيع وشراء الاسلحه. نعم. لو تحدثنا عن ما قام به القائم بعمل سفاره روسيا الذي اكد دعم بلاده للحكومه الشرعيه، ما معالم هذا الدعم منذ بدايه الحرب وحتى اللحظه من وجهه نظرك؟ اولا بالنسبه لروسيا موقفها واضح وثابت مع الدوله اليمنيه ومع الشرعيه اليمنيه وبكل قوه، اضافه الى موقفها الثابت من وحده واستقرار اليمن، وهذا هي من يعتبر موقف مفصلي وثابت بالنسبه لدوله روسيا. ونعتبر هذا يعتبر موقف مهم جدا من يعني من دوله كروسيا مؤثره ومن احد من الدول الدائمه. ولذلك تدخل يعني ووقوف روسيا ايضا وقوف جاد. لكن ايضا كان هناك عيوب على مستوى السياسه اليمنيه او الدبلوماسيه اليمنيه، لم تكن بتلك القوه التي تستطيع ان تخترق السياسه الروسيه او ان تصل الى عقر السياسه الروسيه لاثبات وجهه نظرها ولمحاوله اقامه علاقات اوسع على المستوى العسكري او على مستوى السياسي، على اعتبار ايضا ان اليمن ما زالت تقبع تحت البند السابع، وهناك مشكله في موضوع شراء الاسلحه وموضوع التعاون العسكري بين اليمن الدوله الشرعيه وبين روسيا، بينما شركات الاسلحه تبيع للحوثيين من تحت الطاوله بطريقه مخالفه للقانون الدولي، وهذا ايضا ما يضعف دور الشرعيه. الدوله اليمنيه تستطيع ان تشتري سلاح من روسيا بطريقه يعني غير رسميه. وهناك يعني هذا الدور الروسي ايضا دور كان مفصلي وهام طوال فتره الحرب مع الميليشيات الحوثيه، ولكن ايضا
لا تخفي علاقتها بإيران ولا تخفي وقوفها مع مصالح إيران، وهذا أيضا ما يعني يعطي أيضا جانب من وقوف روسيا مع الحوثيين بدرجة بقدر معين فيما يتعلق بالتسليح التكنولوجي أو استخدام الصواريخ الفرد الصوتية إذا اعتبرنا أنها فعلا قد وصلت إلى اليمن وأن الحوثي يستخدمها. نعم، لو سألتك أستاذ مراد، يعني مسألة استمرار حكومة روسيا بالتأكيد على اعترافها بشرعية الحكومة اليمنية باعتبارها قوة سياسية منتخبة كما يصفونها، لكن ما الذي حققته هذه الشرعية لليمنيين حتى اللحظة، خاصة بالحديث عن دول تسلح الحوثيين واعترافات ورفض وكل هذا في ظل غياب كامل للشرعية؟ هو بالنظر إلى سلوك روسيا وسلوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال دعمه لسياسة الطرف الذي يفرض سلطته، أعتقد أنه محاولة روسية ربما ستكون خلال الأيام القادمة في التعامل مع جماعات الحوثيين بشكل أكبر، إضافة إلى التباين والاختلاف ما بين الأطراف المشكلة للحكومة اليمنية. هذا ربما أعطى إشارة ودلالة لموسكو بأن هذه الحكومة غير قادرة على قوية وأن تكون حاضرة في الملف اليمني، وربما سيكون لها نظرة مختلفة عن بقية. صحيح أنها في الدوائر الدبلوماسية الرسمية تتحدث دعم حكومة يمنية وتقول أنها تدعم الحكومة الشرعية وحكومة موحدة وكثير من هذه التفاصيل التي تتعلق في ربما الأمور بالدباجة الرسمية، لكن حينما أنت تستقبل خلال 3 سنوات أكثر من وفد وربما في الصالات المغلقة ربما كل وفد يطرح رؤية مختلفة عن الوفد السابق، هذا ربما سيعطي دلالة وسيعطي إشارة بس بأنه كل الأطراف التي ستحاول التي موجودة في النقيض من جماعات الحوثيين هي جماعات ربما ستكون غير قادرة على أن تبطئ قدم اليمن، وهي ربما ستبني علاقتها مع جماعات الحوثيين التي ترى أنها ربما هي الطرف الذي سيكون حضورا اليمنية. إضافة إلى الأمر، أعتقد أنه موسكو ترى أن الحكومة اليمنية خلال المرحلة الماضية استطاعت أنها، صحيح أنها ربما أمام المحافل الدولية كانت حاضرة وكانت حكومة اليمنيين، لكن فيما في الكواليس كان الأمر مختلفا، وهذا نعم. ربما سيعزز من موقفها بأنه التعامل مع جميع الأطراف بينهم جماعة الحوثيين هو الأسلوب الأمثل. الحكومة اليمنية فشلت تماما في صياغة سردية على الأقل والتعامل مع موسكو وهذه التطورات الجديدة في الموقف الذي ربما يتعلق بالتسليح العسكري إضافة إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، وكانت عكسة تماما أن تقدم صورة مختلفة على الأقل رواية متماسكة ما يحدث في اليمن، وهذا ربما أظهرها عاجزة الآن في استثمار أي موقف. أيضا موسكو تحديد وما أريد أن أشير إليه أنها من خلال دعمها لجمهوريين ربما ستؤثر أو على الأقل تحاول إيصال رسالة لدول الخليج بأن الولايات المتحدة التي تحاول أن تؤمن البحر وأن تقدم نفسها هي فرقة تحالف الازدهار فشلت حتى الآن في جماعة الدفاع الحوثيين وجماعة الحوثيين هجمات على البحر الأحمر وتفوض السلاح البحرية، وأن الرهان على واشنطن في هذه المرحلة رهان خاص وربما على الأقل من التواصل الدبلوماسي ما بين السعودية وموسكو. نعم، إذن بالعودة إليك سيادة العميد، على عكس كثير من الدول الغربية التي اعتمدت على المفاضلة المشروطة في محاولاتها لحل النزاع في اليمن، تسعى روسيا إلى تطوير حوار متعدد المستويات مع جميع الأطراف الرئيسية في الصراع في اليمن، لماذا برأيك تحاول أن تحتفظ بهذه المسافة؟ هي في اطار ايضا اثبات وجودها في الملف اليمني ومحاوله ان تكون هي ايضا احد الوسطاء الفاعلين
او المقبولين بين المكونات اليمنيه المختلفه. ولذلك هي ايضا هي تحاول ان ترضي جميع الاطراف. مثلا فيما يتعلق بطهران في ايران، هي معروف توجهها في دعم ميليشيات الحوثيه الارهابيه، وايضا هي تحاول ايضا ان تكون ايضا تتعامل بحكمه حتى لا تغضب دول الخليج الرافضه للمشروع الحوثي في اليمن. ولذلك هي تعتبر ان تدخلها يجب ان يكون دائم على الوساطه وعلى القبول من جميع الاطراف بعدم انحيازها لاي طرف. وهذا ايضا اعتبر اسلوب ذكي جدا، وقد تكون طرفا مقبولا في اي حل للنزاع اذا ما افترضنا ان ميليشيات الحوثي قد ترغب مستقبلا بضغط ايراني بان تجنح السلام. وهذا طبعا هذا من المستحيلات كما نعلم، ولكن باعتبار روسيا قد تفكر بهذه الطريقه انها قد تكون الطرف المقبول هي والصين من جميع مكونات الشعب اليمني ومكونات السياسيه او التشكيلات الاجتماعيه، عكس امريكا التي يعني تعتبر خصم بالنسبه كما يعني يقول الحوثي انه خصم لهم. وروسيا تقدم نفسها في هذا الملف كطرف محايد او طرف يعني يرضي الجميع باسلوب دبلوماسي متميز عرفت به روسيا، باعتبار ان روسيا تتبنى عدم التدخل في سياسه الدول، او تتبنى دائما وابدا انها لا تريد ان تتدخل في قرارات الدول السياديه او النزاعات الداخليه. نعم. إذا أخيرا أستاذ مراد، يعني لو تسألنا عن هل يمكن القول بأن العلاقات بين روسيا واليمن تمثل نقطة مهمة في السياق الإقليمي والدولي اليوم؟ بالضبط، العلاقة الروسية اليمنية هي قديمة، وهي والاتحاد السوفيتي قديما كان له تأثير كبير على وخصوصا فيما يتعلق في دولة الجنوب التي كانت هي اشتراكية وكانت لها علاقة متصلة بروسيا. روسيا تحاول الآن أن تستعيد هذا الدور، وهذا التطور الجديد في مسار العلاقات اليمنية الروسية أعتقد أنه لابد أن ينظر له بطريقة مختلفة في ظل مساعي موسكو في تسليح جماعة الحوثيين، أو على الأقل في محاولة الحوثيين الحصول على تسليح من موسكو. هذا ربما سيلقي بظلاله على شكل الدولة اليمنية في المستقبل، وروسيا هي بدرجة رئيسية فاعل كبير وحاضرة بكل المقاييس في الشأن اليمني على مدى سنوات طويلة. صحيح أن العشر السنوات الماضية كان الموقف الروسي غير حاضر تلك القوة، لكنه على الأقل لديه إمكانية أن يكون في أي وقت، وهذا ما أعتقد أنه لابد أن ينتبه له أن يكون على الأقل متوازنا مع جميع الأطراف اليمنية، ولا يذهب فقط في اتجاه جماعة الحوثيين. وعلى الحكومة اليمنية أن تستثمر هذا الموقف وتحاول أن تقدم رواية واحدة ورواية متماسكة على الأقل في الحصول على تواصل والحصول على علاقة واضحة وعلاقة مستمرة مع موسكو. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الصحفي مراد العريفي المحرر في مركز صنعاء للدراسات، كنت معنا عبر سكايب، والشكر الجزيل لك سيادة العميد محمد الكميم الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا أيضا عبر سكايب، وكذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.